إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة دائما على تطوير ودعم العمل بمشفى الأطفال الجامعي وكافة المشافي التعليمية الجامعية، وبشكل خاص هذا المركز الوطني للخلايا الجذعية، هذا المركز النوعي المتميز لبناء كوادر طبية متخصصة في هذا الاختصاص. انطلاقا من الرؤية الشاملة لواقع التحكم بالسرطان بسوريا ورصد الإمكانات والتحديات وانعكاساتها السلبية على صحة مرضى السرطان بسوريا يلي عددهم بازدياد مثل ما هو بكل الأماكن الثانية بالعالم، وجهت السيدة الأولى أسماء الأسد لتشكيل اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان لتكون من أولى مهامها هو وضع خطة وطنية استراتيجية للتحكم بالسرطان. تقوم اللجنة على العمل على تنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية بهدف الوصول لمجتمع سوري يقدم لمرضى السرطان أعلى معايير ومستوى لعلاج السرطان، يعني بدءا من الوقاية والكشف المبكر مرورا بالتشخيص والعلاج ووصولا إلى الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وعائلاتهم. ويعني أحد الأمور اللي تم إنجازها هو افتتاح اختصاصات جامعية جديدة، والهدف منها تأهيل كوادر طبية تكون قادرة على تطبيق واستخدام التقنيات الحديثة في مجال السرطان. أيضا من المجالات الأخرى اللي تم إنجازها هو تأهيل البنى التحتية لبعض مراكز الأورام وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية سواء كانت تشخيصية أو علاجية، كما تم تحديث البروتوكولات العلاجية للسرطان اللي بتضمن بروتوكولات العلاج الكيماوي والعلاج الشعاعي لتوحيد طريقة مقاربة مرضى السرطان في جميع مراكز السرطان بحيث أنه المواطن سيحصل على أفضل معايير الرعاية بغض النظر عن المكان الذي يراجعه. وهنا لابد لي أن أتوقف عند موضوع سرطان الأطفال. السيدة الأولى تولي رعاية خاصة جدا للأطفال المصابين بالسرطان وترعاهم بشكل كبير جدا، وكان من الإنجازات في مجال سرطان الأطفال هو افتتاح سيادتها لتوسعة بسمة لسرطان الأطفال في مشفى البيروني الجامعي التي تقدم الرعاية المتكاملة لأطفال السرطان. وأيضا من الإنجازات الكبيرة التي تمت برعاية سيادتها في مجال الأطفال هو افتتاح المركز الوطني للخلايا الجذعية حياة الذي يقوم بعلاج الأطفال الحالات السرطان التي تتطلب إجراء زرع الخلايا، وأيضا يعالج الأطفال المصابين بأمراض الدم الوراثية وأمراض عوز المناعة الخلقي. المركز إلى الآن يعني قام بـ40 عملية زرع ذاتي وغيري للأطفال المحتاجين للزرع، وهذا المركز يعمل برعاية السيدة الأولى التي تتابع باستمرار وتحرص على تأمين جميع الأدوية ودون انقطاع للأطفال المعالجين بشكل مجاني طبعا بالكامل، ويتم تأمين الأدوية للأطفال ليس فقط أثناء تواجدهم في المركز وإنما خلال فترة العلاج الكاملة حتى النهاية والتي يمكن أن تمتد حتى حوالي السنة بعد تخريج الأطفال. مركز حياة مثل ما بنعرف هو تم انطلاق العمل فيه بالعام 2021 الشهر السابع، وتوالت عمليات الزرع بأنواع الغيري والذاتي، والسنة الماضية مثل ما قلنا بالملتقى كان تقريبا 25 حالة عملية زرع ذاتي وغيري. الحقيقة حاليا نحن صار عندنا تقريبا 41 حالة زرع ذاتي وغيري لأطفال مختلفين منهم مصابين، 50% 60% منهم مصابين بالسرطان والباقي أمراض تلاسيميا وفقر دم لا مصنع، مع نتائج الحقيقة ممتازة بحالة عامة جيدة. عم يتابعوا المركز بشكل دوري، في منهم صار لهم سنتين عم يتابعوا المركز بشكل دوري، في منهم صار لهم 6 أشهر حسب فترة الزرع وفترة تخرجهم من الزرع. والخدمات اللي بتتقدم بالمركز الحقيقة بالمجان رغم تكاليف بالكامل، رغم التكاليف الباهظة مثل ما بنعرف لتأمين الأدوية والتحاليل المخبرية وكيتات الزرع كيتات القطف. نحن مركز حياة الخلايا الجذعية من عمر الشهر لعمر 14 سنة،
وحاليا اتخذ قرار بمجلس إدارة بمشفى الأطفال رفع سن القبول بالمركز لعمر 18 سنة لمرضى السرطان. ساهمنا في إنشاء مركز حياة على أساس نحن كان لنا تجربة من 2009 في فرع الخلايا الجزئية بمشفى تشرين العسكري. أنا أشرفت على المخبر وساهمت في كل الأعمال المخبرية، تحضير المريض ومراقبة المريض. قدمنا خبرتنا في هذا المجال، نتمنى نكمل مشوار معهم لنحقق نجاحات أكثر برعاية السيدة الأولى إن شاء الله. الرابطة السورية لأطباء الأورام هي أحد الأذرع التنفيذية للجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، يلي من أحد أهم أهدافها هو وضع خطة علاجية دقيقة منهجية لحصول سوريا على أكبر نسب من الشفاء وطول البقية لمرضى السرطان. يعد الملتقى الخلايا الجذعية الملتقى الوطني للخلايا الجذعية أحد السبل يلي تتعاطى مع العلاج الخلوي والمناعي لحالات الأورام، لحالات معينة من الأورام يكون من خلالها سبيل الشفاء. هالملتقى بحب أقدم شكر كبير لسيدة الياسمين اللي تبنت مركز حياة الخلايا الجذعية وليوصل لحد التنفيذ والممارسة السريرية.